الخبر أول اللي عدنا عن أنس الشايب وفضيحة أنه هو خاين بيتان. فبعد ما انتشر هذا الفيديو لكن كان بدون صوت يا حبايب، كان بي أنس الشايب ويا بنية بالفراش، ولكن ما حد يعرف من هذه البنية. ولكن سرب فيديو ثاني كان بي شوية من الصوت قاعد يقول أنه هو حيبقى ويا هذه البنية نص ساعة، فما نبدا قد شويه هيك نص ساعه طبعا هم الاشخاص صاروا يلاحظون ان الشيء صار فوق 24 ساعه محتويه بعض، ولكن الحمد لله من حوالي نص ساعه نزلوا فيديو يا بعض او شويه ستوريات، فالحمد لله رجعوا يحتون يا بعض. فكتبوا لنا حبايب بالكومنتات هل عرفتوا من البنيه كانت بي انس شايب او لا. ننتقل حاليا لنارين بيوتي، وليش المتابعين صاروا تهجموا عليها بسبب انه نزلت هذا الفيديو، وهذا الفيديو طلعت بهذه اللقطه. نطلع اكو قطتين، مو قطه واحده حسب ما حطيت لكم الفيديو مال امبارحه، يشبه القطه مالتها اللي توفت. فاخوي صاروا يتساءلون اذا هل هي فعلا كانت كذابه بموضوع انه هي مات القطه مالتها، خاصه نارين الى ما حطت بهذا الموضوع. فهم الاشخاص صاروا تسألون إذا الموضوع هي فلنج قاعدة تكذب. فاكتبوا لنا حبايب بالكومنتات شو رايكم بهذا الموضوع؟ رغم صراحة اكو وايد اشخاص قاعد يقولون انه قطة ثانية، بس ترى انتم ما عندكم دليل، يعني مجرد قاعد تقولون كلام مو ضروري حقيقة يعني. ننتقل حاليا لأغنية النارية نور ستارز اللي نزلت على حسابها بالتيك توك، وهذه الأغنية حبايب كانت مناسبة عيد ميلادها، شوفوها. كله يرجع خطوة لورا ويبعد يبعد يبعد عني، مش عايزة هم وشوشرة، الموضوع ده بيجنني، مش على بالي ولا متأثرة، الحياة جامدة وهتعلمني، خدت قراري مش هرجع ورا، هقول لكم حاجة واسمعوا مني، باردون باردون حياتي وانا كده كده عجباني، باردون باردون حياتي وانا كده كده عجباني. يا حبايب بالكومنتات شاركوا بالاغنيه هل عجبتكم او لا بمناسبه عيد ميلاد نور ستارز، وشوفوها كامل بحسابات تيك توك. ننتقل حاليا ليارا مار، وهل هترجع لفريق نور مار؟ فنور مار نزل على حسابه بالانستغرام شفت ستوريات، وبهذه الستوريات من الواضح انه يارا مار كانت وياه او نوعا ما ظهر صوتها شويه. راح احط لكم اللقطه واعيد لكم اياها اكثر من مره، ركزوا بها زين اذا كانت هي يارا مار او لا. فاكتبوا يا حبايب بالكومنتات تتوقعون هي فعلا كانت يارا مار كانت وياهم؟ هل تتوقعون ممكن ترجع للفريق او لا؟ واخر شيء نختم بريما ستوب، وصل قناتها باليوتيوب لل 3 مليون مشترك قناتها الثانيه، فان شاء الله الف مبروك على عقبال 20 مليون يا رب. وطبعا لا تنسون يا حبايب ان تباركوا لها بالكومنتات على هذا الانجاز. بس يا حبايب وصلت المقطع، لا تنسون تشتركوا بالقناه وتفعلون زر الجرس عشان يوصلكم باقي الاخبار. اتمنى لكم الاشتراك بالقناه وبس، شاركوا فيزي من خلال القصص. مع السلامه.